أهلا وسهلا بكم في قناة نانو. أخواتي، أولا أريد أن أشكركم كثيرا على دعمكم وتعليقاتكم الرائعة جدا التي تسعدني. اليوم إن شاء الله سأشارك معكم طريقتي في عمل سكراب أو بيلينج طبيعي لليدين. إذن على بركة الله نبدأ في تحضير الخلطة. سنحتاج السكر، زيت الزيتون، الحامض، مكونات بسيطة والنتيجة فورية. نضع الخليط على اليدين لمدة 15 دقيقة ونغسله بماء فاتر. ولا تنسي عزيزتي ترطيب اليوم اليدين. أتمنى أن تعجبكم الوصفة. لا تنسوا عمل لايك للفيديو والمشاركة في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من وصفاتي المجربة والسهلة. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.